اهلا طلابي الحلوين، اليوم راح ناخذ موضوع جديد حكايات وجدتي. خلونا نقرا الدرس بصوره واضحه ونتعرف على كلماته ونشرح معناها. قال الاولاد: قصي لنا حكايه يا جدتي. قالت الجده: كان في قديم الزمان فلاح فقير، لانه كسول لا ينهض من نومه الا بعد طلوع الشمس. كان الفلاح نائما فسمع صوتا يقول: أيها الفلاح انهض مبكرا. فقام الفلاح من نومه قبل طلوع الشمس وذهب إلى حقله، فرأى سربا من الإوز يرعى في حقله كل يوم. فكر الفلاح ونصب شبكة فصادت إوزة جميلة وأخذها إلى بيته. كانت الإوزة تبيض درة ثمينة كل أسبوع، فظن الفلاح أن في بطنها كنزا فطمع فيه، فشق بطنها فلم يجد شيئا، فندم الصياد على فعله. هل تعرفون ما الحكمة من هذه الحكاية؟ قالت علياء: لا تكن طماعا. قال السامر: القناعة كنز. قالت ريم: من جد وجد، ومن زرع حصد. قالت الجدة: حذرتم يا أولادي، الطمع والكسل مكروهان. قرينا الدرس وتعرفنا على كلماته، هسه رح نجي نشرح الموضوع، نشرح القصة. حكاية جدتي. هذه جدة، علياء، سامر، ريم، قاعدين يمها، فهي كانت تسولف لهم قصة. قال الأولاد: قصي. ما معناها كلمة قصي؟ معناها أحكي. قصي معناها أحكي، أحكي لنا حكاية يا جدتي. الجدة هي البيبي، الله يحفظ بيبياتكم إن شاء الله. الجدة هي لو أم ماما أو أم بابا، الله يحفظ لكم إن شاء الله يا ربي بيبياتكم، والله يرحم اللي متوفين. قال الأولاد: قصي لنا حكاية يا جدتي بيبي، احكي لنا فد قصة. قالت الجدة: كان في قديم الزمان فلاح فقير، لأنه كسول لا ينهض من نومه إلا بعد طلوع الشمس. الفلاح كان فقير، كلش كان فقير. ليش هو فقير؟ لأنه هو كلش كسلان، ما يحب يشتغل، ودائما نايم، وتطلع الشمس وتصير الدنيا ظهر، يلا هو يقعد من النوم. كان الفلاح نائما، فجاه من الأيام كان هذا الفلاح نايم، فسمع صوتا يقول: أيها الفلاح انهض مبكرا. سمع صوت يقول له: فلاح اقعد من وقت، انهض مبكرا. فقام الفلاح من نومه قبل طلوع الشمس، قعد كلش من وقت قبل طلوع الشمس. وين راح؟ راح يلحق مالته. هو يوميا يكون نايم من هيك وقت، فما يعرف شنو اللي بيصير. شنو اللي شافه الحلاق من طلع من الصبح راح يلحق مالته؟ راى سربا، سربا معناتها مجموعه، راى سربا من الاوز، مجموعه من الاوز، يرعى في حقله كل يوم، معناته ينزل وياكل هنا بالحقل مالته كل يوم. بس هذا الفلاح ايش فيه؟ كسلان ودائما نايم، فما يشوف الاوز ولا يعرف شنو موجود بالحقل مالته، يعني هو يحب يشتغل. فكر الفلاح، شنو فكر؟ قال: أنا هذا الحقل مالتي، واكو يوميا سرب من الاوز، هو يوميا يرعى بالحقل مالتي، خلي انصب شبكه على مود اصيد اوزه. نصب الشبكه مالته هياته، نزلوا السرب مال الاوز وصاد اوزه جميله. وين وداه للاوزه؟ واخذها الى بيته. شوفوا هاي الاوزه شلون حلوه؟ هاي الاوزه تبيض درة ثمينة كل أسبوع. درة معناتها جوهرة أو معناتها شيء ثمين. الفلاح قال: ما دام هاي الإوزة تبيض كل أسبوع درة ثمينة، معناتها شنو اكو ببطنها؟ معناتها في بطنها كنز، فطمع فيه، صار طماع. ما انتظر كل أسبوع تنطي درة، لا، صار طماع، سوى لزم الإوزة وكان يشق بطنها. شق بطنها، من شق بطنها لم يجدوا شيئا في بطنها،
لم يجدوا شيئا فناديها الصياد هو فعلي ندم لأنه هو كل شيء تسرع ما انتظر كل اسبوع انا بدي اوصل على الدره لزم البطه وشق بطنها ماتت اللي يوزع وكل شيء ما حصل انتوا تعرفون هذه الحكايه كلها شو الحكمه من عندها قالت عليا لا تكن طماعا طبعا يعني الفلاح صار طماع وراد هذه الدره يطلع كل اللي موجود ببطنها انا بدي احصل على عدد كل كبير بنفس اليوم بنفس الوقت اذا هو صار طماع بما انه الفلاح طماع وشق بطل الاوز اذا هو خسر اذا ماذا قالت عليا لا تكن طماعا قال سامر القناعه كنسان سامر شنو قال القناعه كنسان لو انت مقتنع انه انت كل اسبوع تحصل على دره كان انت صبرت واقتنعت وانت كان ربحت احسن مما شقيت بطنها وماتت الاوزه وكل شيء ما حصلت ماذا قالت عليا قالت عليا لا تكن طماعا قال سامر القناعه كنسان احسنتم اذا ماذا قالت ريم قالت ريم من جد وجد ومن زرع حصد شنو معناتها من جد وجد ومن زرع حصد احنا نقدر هسه نحصد بدون ما نزرع طبعا لا هسه اليوم احنا اذا عندنا مثلا احنا نحب التفاح احنا لازم نزرع شجره التفاح ونصبر ونعطيها ماي ونعطيها سماد ونصبر عليها الى ما تكبر ونقدر نحصد التفاح مالتها وناكله اذا لازم نصبر نفس الحالة انتم طلابي الحلمي يصير هسه انتم تاخذون رأسا عشرات وتخلصون المدرسة وتنجحون وتصيرون كبار كل شيء تفوتون للكلية وللجامعة؟ لا من جد وجد اذا لازم انتم تقومون وتتعبون ولازم انتم تأدون واجباتكم على مود كل سنة تكبرون وتنجحون ان شاء الله بمعدلات عالية على مود تتفوقون وتروحون على السنة اللي بعدها ومستواكم يكون احسن وبهذاك الوقت انه انتم راح تحصلون على الشهادة وانتم راح تحققون امنياتكم واحلامكم. قالت الجدة حزرتم يا اولادي اذا الطمع والكسل ايش فيهم؟ مكروهان احسنتم الطمع والكسل مكروهان. نقرا كلمات الدرس حكايات جدتي الاولاد قصي لنا حكاية الجدة كان في قديم الزمان فلاح فقير لأنه كسول لا ينهض من نومه إلا بعد طلوع الشمس فكر ونصب شبكة فطمع فشق بطنها فصاد إوزة جميلة القناعة كنز بما أنه الدرس طويل عليكم قسمنا جزئين نقرأ الجزء الأول حكايات جدتي قال الأولاد قصي لنا حكاية يا جدتي قالت جدتي كان في قديم الزمان فلاحا فقيرا لأنه كسول لا ينهض من نومه إلا بعد طلوع الشمس كان الفلاح نائما فسمع صوتا يقول أيها الفلاح انهض مبكرا لهنا نحن وايد حلوين نفتح كتاب القراءة على صفحة 33 ونجر خط لهنا هذا الجزء الأول خلونا نشوف الكلمات نفتح الدفتر مالتنا ونخطط خمسة نخطط خمسة نكتب الكلمة الأولى حكاية فقيرا لأنه نائما أيها نكتب الكلمات الخمسة نترك سطر ونكتب على سطر للترتيب مع الحركات هسه نتعلم كتابة كلمات الجزء الأول على مود تقدرون تكتبون الإملاء بصورة صحيحة مع الحركات نكتب الكلمات أول كلمة حكاياته حرف الحاء الأولية جواها كسرة حي ك دبو حرف الكاف عشان نكتبها لازم تكون طويلة مو قصيرة ولا كل شيء مبين حك آ حكا يا حكاية حرف التاء الآخرية عليها ضمة حكايات جدتي حرف الجيم الأولية عليها فتحة ج انتبهوا جدتي كم دال عندي؟ كم دال؟ جدتي اثنين إذا حذفنا هذا وخلينا مكانها الشدة تي أو إي
او الاو لا الاولاد الاولاد او الاولاد وليس الاولاد. قصي ما معنى كلمه قصي؟ معناها احكي. احسنتم. حرف القاف اللي هو ما قو قو واس قص قص وإي قصي. لنا لنا اللي فتحه ل مع المقطع لا لنا قصي لنا. حكاية شرح كلمة حكاية حرف الحاء الأولية جواها كسرة حي ك و آ حكا حكا. حرف الياء عليها فتحة حكاية دبو حكاية حكاية. عندي تنوين الفتح بس نكتبها بحرف النون حكاية. يا يا جدتي قالت شلون اكتب كلمة قالت ق و آ ق. شلون اكتب حرف القاف ق و آ ق و ال قال ت قالت. الجدة ال حرف الجيم الوسطية عليها فتحة الج الج انتبهوا الجدة. كم تعال؟ أحسنتم. الجدة بالأخير نخلي حرف التاء الآخرية المنفصلة اللي تشبه الخمسة فوقها ضمة. قالت الجدة كان ك و آ ك وإن كان فتحة كان في اف و اي في. أحسنتم. قديم قديم ق وفتحة ق د قد و اي قديم ام وكسرة قديمي. الزماني ال شبيه حرف اللام ساكنة ال ال. حرف الزاي عليها شدة وفتحة الز والمقطع ما. الزما ونون الآخرية جواها كسرة الزماني. فلاحا شلون أكتب كلمة فلاحا؟ حرف الفاء عليها فتحة ف انتبهوا فلا فلا فلا. حرف الحاء الآخرية المنفصلة عليها تنوين الضم فلاحا فلاحا. فقيرا نكتب كلمة فقيرا فقيرا. شنو هذه؟ شنو هاي الكلمة اللي كتبتها المس؟ هاي صحيحة؟ هاي صحيحة الكلمة؟ طبعا خطأ. بس نكتبها هيجي يا ولد هجة اف وفتحة ف اف وفتحة ف وق فق وإي فقير وإر فقير أن فقيرن تنوين الضم وليس حرف النون فقيرن. لأنه شلون أكتب كلمة؟ لأنه انتبهوا وياي شلون نلفظها؟ لأ لأ لأ. وحرف النون لأنه انتبهوا لأنه. كم نون عندي؟ كم نون؟ أحسنتم. اثنين. لأن لأنه حرف الهاء الآخرية المتصلة عليها ضمة لأنه. انتبه مثل كلمة لأبيه لأبيه لأنها تذكرون الكلمات السابقة. كسول حرف الكاف عليه فتحة ك واس كسو وحرف اللام الآخرية عليها تنوين الضم كسول كسول. لا ينهض لا المقطع سهلة اللب بطناء لا ينهض اي وفتحة ي والنون ساكنة ين ين. حرف الهاء الوسطية عليها فتحة تهجر ينهى ينهى وأغ ينهض أو ينهض. من أم كسرة مين وإن من النون ساكنة من نومه. أكتب كلمة نومه. إنه فتحة ن حرف الواو نو نو وأمه كسره
نومي، وحرف الهاء الآخر إلى المتصلة جواها كسرة نومي. إلا آ أو إي إي إلا إلا بعد ب وفتحة ب وحرف العين ساكنة ب ب د وفتحة بعد طلوع طلوع حرف الطاء عليها ضمة طو وليس طو طلوع خطأ طو وال طل و طلوع حرف العين الآخرية طلوع كسرة طلوعي بس تكتبوها بهاي الطريقة تعالوا خلي نغير الضمة إلى واو والكسرة إلى ياء شوف شو راح تطلع الكلمة طو لو عي سويتها من هنا حولت الضمة إلى حرف الواو وحولت الكسرة إلى حرف الياء شوف الكلمة حتى شكلها مو حلو صحيح؟ إذا خطأ طلوعي الشمسي أنا ما دام أقول الشمسي لا الشمس نكتب ال حرف الشين انتبهوا الش كم شين الش حرف الميم الشم واس وكسرة الشمسي كان الفلاح نائما شلون اكتب كلمة نائما المقطع نا نا اللي همزة قاعدة بالكرسي جواها كسرة نائي نائي وليس نائي خطأ نائي نائي وام وآ نائما وأن نائما نائما انتبهوا عشان راح نكتبها نائما خطأ نكتبها نائي من أولا أنا ما عندي حرف الياء وما عندي حرف النون عندي الهمزة جواها كسرة نائي وحرف الألف بالأخير عليه تنوين الفتح نائما فسمع شلون اكتب كلمة فسمع اف وفتحة ف اس وفتحة فس وام فسم وحرف العين الآخرية المتصلة عليها فتحة فسمع صوتا حرف الصاد عليها فتحة الصاد والواو ساكنة صو صوت صوت انتبهوا صوت صوت أن تنوين الفتح ما يصير نكتبها بهاي الطريقة صوتا أنا ما عندي حرف النون أنا عندي صوت حرف الألف عليه تنوين الفتح وليس حرف النون يقول أيها شلون أكتب كلمة أيها كلمة مهمة حرف الألف عليه همزة وفتحة أ أ وحرف الياء أي أيو أيو وإخو آ أيها أيها إيها إي إن والنون ساكنة إن حرف الهاء الوسطية إنهض الضاد شبيهة ساكنة أحسنتم إنهض مبكرا الكلمة الأخيرة بالجزء الأول كلمة مبكرا أم ضم مو وب مب مب إذا فتحة أم ضم مو ب وفتحة مب مب مبكرا كم كاف ممتاز مبك مبكرا 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 لهنا أنا حبايبي الحلوين قرينا الجزء الأول من موضوع حكايات جدتي شرحنا معنا وفهمنا الكلمات بالجداول الخمسة وشفنا كلمات الدرس وتعلمنا كتابة الياء الواجب هو كتابة حكايات جدتي الجزء الأول لحد الخط مرة واحدة فقط بالدفتر مع الكلمات